أهلا بكم. في سؤال من أحد المتابعين بيقول: هو شرب الشاي بعد الأكل مباشرة بيمنع امتصاص الحديد وبيسبب الأنيميا ولا لا؟ والإجابة باختصار هي إن في نوعين من الحديد، في حديد مصادره حيوانية زي موجود في اللحوم والدواجن والكبد والسمك والبيض، ويسمى الحديد الهيمي. وفي نوع تاني من الحديد مصادره نباتية، بيكون موجود في الخضروات والفواكه والبقوليات، وبيسمى الحديد الغير هيمي. الحديد الهيمي يعني سهل الامتصاص ومفيد جدا للجسم، والجسم بيستفاد منه بسرعة. أما الحديد اللي مصادره نباتية امتصاصه بيكون ضعيف، وبالتالي الجسم ما بيستفادش منه بصورة يعني كويسة. علشان كده يعني لو الإنسان كان أكلة فيها بروتين نباتي كده أو كده مش هتفرق معاه إن هو يشرب شاي بعد الأكل، لأن نسبة الحديد اللي هتبقى موجودة في الأكل النباتي هيكون امتصاصها ضعيف جدا، وبالتالي يعني مش هتأثر كتير. عشان كده بنقول للناس اللي عندهم أنيميا وعايزين يصلحوا نسبة الحديد بسرعة، بننصحهم إن هم يأكلوا مصادر حيوانية زي اللحوم الحمراء والدجاج والبيض والسمك والكبد، بيكون يعني امتصاصها أسرع والجسم بيستفاد منها بسرعة وبتفيد معاه. وفي الحقيقة يعني الدراسات لم تجزم في هذا الأمر، لأن احنا بنشوف ناس بيشربوا دايما شاي بعد الأكل ونسبة الهيموجلوبين والحديد عندهم كويسة جدا وفي الحدود الطبيعية، وعلى العكس بنشوف في ناس كتير ما بيشربوش شاي بعد الأكل أو ما بيشربوش شاي خالص وعندهم فقر دم أو نسبة الحديد عندهم منخفضة. شكرا لكم وإلى اللقاء.